مشروع ديال التصفيه ديال المياه العادمه ديال المنطقه الصناعيه ديال سابينو اللي هي المساحه ديالها 260 هكتار. هو مشروع كيدخل في واحد الشراكه ما بين مجلس الجهه ديال الدار البيضاء، وزاره الصناعه، وكاله الحوض المائي بورقراك الشاويه والسلطه المفوضه. هذا المشروع كتنجدوا شركة لاليداك لصالح صاحب المشروع اللي هو وزارة الصناعة. المشروع التكلفة ديالو كتفوق 860 مليون ديال الدرهم بدون احتساب الرسوم. وهذا المشروع عنده واحد الهدف، عنده هدفين. هو أولا محاربة التلوث في المجال البيئي ديال المنطقة ديال النواصر، وخصوصا واد مريكان اللي هو مصب من مصبات واد بوسكورة. والهدف الثاني هو يعطينا واحد الفرصة باش نعيدوا استعمال هاد المياه المستعملة للسقي ولا الحاجيات في الصناعة. ولا بدا تذكير في إطار الندرة اللي كتعرفها البلاد ديالنا من ناحية المياه، الماء للصحة للشرب، كنقوموا بعدة مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة. عندنا مشروع اللي هو الاشغال ديالو انتهت، اللي هو مشروع ديال المجازر ديال الدار البيضاء، محطة ديال المعالجة ديال المياه المستعملة ديال المجازر ديال الدار البيضاء ليزاباطوار، اللي غادي يمكننا من إعادة استعمال تقريبا 1200 متر مكعب يوميا. وعندنا مشروعين لتقوية المردودية ديال المحطة ديال المعالجة ديال مديونة وديال النواصر، اللي غيمكنونا من نزيدوا من الكاباسيتي ديال السقي في هذه المنطقة ديال النواصر وديال مديونة تقريبا 4000 متر مكعب يوميا. نحن الآن نتواجد على مستوى المنطقة الصناعية النواصر الملقبة بسابينو، اللي المساحة ديالها 264 هكتار. وفي إطار تأهيل هذه المنطقة تم تكليف ليداك من طرف وزارة الصناعة والاستثمار بإنجاز مشروع محطة تصفية المياه العادمة لهذه المنطقة. محطة اللي تتولى في مساحة ديالها 1.8 هكتار، والمحطة اللي كتقسم لثلاثة ديال القطاعات الرئيسية. القطاع الأول هو قطاع الماء اللي كيتم المعالج ديالو عن طريق الأوحة المنشطة، ثم التنقية ديالو، ثم التطهير ديالو قبل إحالة ديالو لواد ميريكان. القطاع الثاني هو قطاع الأوحال اللي كيتم التجفيف ديالهم ثم إحالتهم على مطرح النفايات. وكيجي القطاع الثالث هو قطاع إزالة الروائح اللي كيتم إزالة الروائح ديالها على مستوى المحطة بأكملها. هذه المحطة هذه يجي الدور ديالها هو تثمين الموارد المائية اللي احنا كنعرفوا نتواجد في واحد المنطقة الصناعية اللي مجاورة لواحد المجال القروي، دونك المحافظة على البيئة. المحطة في المراحل النهائية ديالها، نقوم الآن باختبارات وتجربة المعدات والمنشآت من أجل إن شاء الله شروع في استخدام هذه المحطة.